أمثلة في الكتاب يتكلم عن نوح وجد كاملا أمام الله. قال الله لإبراهيم سر أمامي وكن كاملا. مكتوب عيناه الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، يعني غير مجزأة، بتشخص بتركز على يسوع المسيح. وهذا الكمال في يسوع المسيح بيحفظنا من فساد العالم، لكي تكونوا أبناء أبيكم. شوف المستوى اللي حطه الرب يسوع المسيح. مرة تانية، بقدرتنا بحكمتنا بتقوانا مستحيل أن نصل إلى هذا الكمال، لكن بمعونة الروح القدس وعندما نقترب من محضر الله وعندما نتشبه بيسوع المسيح وعندما نتقدس وعندما ندخل إلى الأعماق في المحضر الإلهي، عندها نكتسب ونأخذ من هذا الكمال، فينعكس هذا الكمال الأخلاقي وهذا النضج والرشد الأخلاقي على طبيعة أبناء الملكوت، فيتغير العالم من حولنا. تخيل لو منطبق العظة على الجبل مرة أخرى، لأصبح العالم مكان جميل، فردوس رائع، جنة خضراء، السلام والمحبة والهدوء والطمأنينة بتسود هذا العالم. بصلي من كل قلبي إنه المسيح اليوم يملأ حياتك وكيانك أيضاً.